السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ادي قناتي عادية جدا، شغال فيديو عليه. الفيديو دوت واخد حظر. حظر يعني ايه؟ يعني يظهر عندنا بس، لكن ما يظهرش عند بقية الناس. خلاص، طب نشوف بيظهر عند بقية الناس ازاي. انا عندي ظاهر عادي ويشتغل عادي، وهفضل اقول الاهلي بيفوز بالحكام، لان دي الحقيقة اللي انا مقتنع بيها. الاهلي او الزمالك، فالفيديو اهو شغال عادي. هجيب المتصفح الخفي، بس اخد قبل كده الرابط، اعمل نسخ وادخل على المتصفح الخفي. المتصفح الخفي ده يعني ايه؟ ما فيهوش تسجيل دخول، يعني عشان اشوف الناس هيشوفوا الفيديو ازاي. لو وصلوا للرابط بتاعه هيعرفوا شكله هيبقى ايه. هيظهر قصادكم كده: الفيديو غير متاح، يتضمن هذا الفيديو محتوى، ومكتوب اسم مدعي حقوق الطبع والنشر، وقد حظر واحد منهم او اكتر هذا الفيديو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. انا طبعا قصادي حلين. الحل الاولاني ان انا اقصقص الاجزاء اللي هي المحتوى احتمال يكون بتاعهم، لان انا واخد صور بس معدل تعديل جوهري، يعني ده مش الفيديو الاصلي. انا واخد الفيديو الاصلي ومعدل عليه تعديلات جوهرية ومعلق بصوتي، يعني محول الفيديو من صوت وصورة حقيقيين الى صورة متحركة بامتداد GIF، يعني حاجة تانية خالص، وعامل فيه مجهود وعامل فيه شغل. انا الحل الاولاني المضمون ان انا اعمل اقتطاع بادوات اليوتيوب واشيل الاجزاء اللي فيها احتمال تكون بتاعت غيري. الحل التاني ان انا اعمل اعتراض على المطالبة. طب نشوف المطالبة شكلها ايه. ادي صورة القناة، ادوس عليها، وبعدين ادوس على الاستوديو، ادوس على الفيديوهات. هيظهر قصادي المنظر ده محظور وغير مؤهل لتحقيق الربح، ويتضمن الفيديو مطالبة الاطلاع على التفاصيل. هو بقى للأسف المدعي ضرب لي الفيديو كله، الفيديو كله مش بتاعه. فانا ممكن اقطع الاجزاء البسيطة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، لكن انا الحمد لله رب العالمين ما عنديش ولا انذار. فهعمل الاجراء اللي ما كنتش احب اعمله، وهو الاعتراض على المطالبة، لان الاعتراض على المطالبة ممكن لا قدر الله يديني انذار، وممكن لا. ممكن يقبل الاعتراض ويشيل الحظر، ممكن يديني انذار، ممكن يرفض المطالبة او يرفض الاعتراض ويقفل المطالبة على كده ومديش انذار خلاص. فهو لو اداني انذار هعمل حل اخر، هو الاشعار المضاد، وهصعد المشكلة بيني وما بينهم، لان الاشعار المضاد فلسفته صراع على ملكية الفيديو. الفيديو بتاعي وانا امتلكه وعامل عليه تعديلات جوهرية، ده مش فيديو طبيعي جايبه من اليوتيوب وعامله وسرقه وحطه واخد اجزاء منه، لا، ده انا عامل فيه شغل بتاعي انا. فما يقول لي اختار اجراء، هختار اجراء اهو، هعمل الاعتراض. لو انت عندك انذارين انصحك بلاش تعمل الاعتراض ده، لانك ممكن تخش في انذار ثالث ويقفلوا لك القناه. لكن الحمد لله عندي القناه ما فيهاش ولا انذار، فهعمل اعتراض. لا قدر الله اداني انذار هعمل اشعار مضاد. تاكيد الاهليه ان الاسباب التاليه ليست اسبابا صالحه لاعتراض على مطالبه مقدمه عبر كونتنت اي دي. امتلك نسخه من الاغنيه والفيديو، لا احقق الربح من الفيديو، نسبت العمل الى مالك حقوق الطبع والنشر. انا شايف اسباب يعني مش اللي هي، لا استند اعتراضي الى اي من الاسباب الواردة اعلاه، وما زلت اود الاعتراض على المطالبة المقدمة. ماشي، واخش بقى على مطابعة. يرجى اختيار السبب الرئيسي لاعتراضك على هذه المطالبة. محتوى اصلي، ان محتوى هذا الفيديو محتوى اصلي خاص بي وامتلك جميع الحقوق المتعلقة به. ترخيص، لدي اذن او ترخيص لاستخدام المحتوى المطالب بملكيته في الفيديو الخاص بي. استخدام عادل، لقد اجريت تغييرات كبيرة على المحتوى الذي تم تقديم مطالبة بملكيته في الفيديو، والفيديو محمي بموجب مبدأ الاستخدام العادل او استثناءات مشابهة لحقوق الطبع والنشر. نطاق عام، المحتوى المطالب بملكيته في الفيديو الخاص بي يندرج ضمن النطاق العام ولم يعد محميا بموجب حقوق الطبع والنشر. اقرب حاجة اللي هو استخدام عادل، لقد اجريت تغييرات كبيرة على المحتوى، ودي فعلا حقيقة، الذي تم تقديم مطالبة بملكيته في الفيديو، والفيديو محمي بموجب مبدأ الاستخدام العادل او استثناءات مشابهة لحقوق الطبع والنشر. ده اللي انا هختاره.
لو الفيديو بتاعي بنسبة 100% فعلا امتلك صوت وصورتي بنسبة 100% كنت هختار انه محتوى اصلي، لان ممكن شخص يطلع بصوته وصورته وكل حاجة بقى بتاعته وتجيله حاجة زي كده، تجيله بالغلط. خلاص هعمل متابعة. تختلف الحالات التي ينطبق عليها مبدأ الاستخدام العادل، ما من معادلة سحرية لتحديد ما اذا كان الفيديو محميا بموجب مبدأ الاستخدام العادل بشكل عام. تنظر المحاكم الى اي مدى أجريت تغييرات على المحتوى الأصلي وحولته لعمل جديد ومميز. لذلك ننصحك بطلب استشارة قانونية للحصول على نصائح حول مسألة الاعتراض. لا، أنا أجريت تغييرات على المحتوى الأصلي وعملته عمل جديد ومميز فعلا عن الأصلي، ماشي، واخد أجزاء صغيرة والفيديو بتاعي ونشره على واخد أنا الكلام من على المدونة بتاعتي كمان. قد تكون فيديوهات المحاكاة الساخرة أو فيديوهات التعليق على محتوى أصلي محمية بموجب مبدأ الاستخدام العادل، تشمل أمثلة عرض مقاطع قصيرة من فيلم أثناء التعليق عليه أو اقتباس كلام المشاهير للسخرية من أقواله. المفاهيم الخطأ والشائعة حول مبدأ الاستخدام العادل لا يعني ذكر مالك حقوق الطبع والنشر، طبعا ما ذكرتش أنا الكلام ده، إنك لم تنتهك حقوقه، ولا يعني عدم تحقيق الربح من الفيديو إنك محمي من حقوق الطبع والنشر، لا الفيديو أنا مفعل في الأرباح. لا يسري مبدأ الاستخدام العادل في كل البلدان، قد تكون القوانين في البلدان الأخرى أكثر تقييدا. مزيد من المعلومات حول مبدأ الاستخدام العادل، أنا معدله تعديلات جوهرية والفيديو أصبح بتاعي أنا ومعظم محتوى بتاعي أصلا. أعتقد أن الفيديو الخاص بي محمي بموجب مبدأ الاستخدام العادل أو استثناءات مشابهة لحقوق الطبع والنشر. هدوس هنا وأدوس متابعة. نوع الاستخدام العادل، اختيار النوع، هدوس كده واختار فيديو ترويجي، فيديو ريماكس او توليب، فيديو يعرض ردود فعل الاشخاص، فيديو تعليمي، فيديو ترفيهي، فيديو صور اسلوب اللعب، تقرير اخباري، استخدام غير ربحي، تعليق، فيديو تعليق، فيديو وثائقي، فيديو مدبلج، غير ذلك. انا هختار غير ذلك. لماذا تعتبر استخدامك للمحتوى المطالب بملكيته هو مثال على مبدأ الاستخدام العادل؟ يرجى تزويد المدعي بأكبر قدر من المعلومات حول السبب الذي يجعل الفيديو الذي أنشأته محميا بموجب مبدأ الاستخدام العادل أو استثناءات مشابهة لحقوق الطبع والنشر. طبعا المعلومات دي هيتم إرسالها إلى المدعي. خلاص، لماذا تعتبر استخدامك للمحتوى المطالب بملكيته هو مثال على مبدأ الاستخدام العادل؟ كده أنا هكتب الكلام للمدعي. ليه بقى بعتبر المحتوى ده هو مثال على مبدأ الاستخدام العادل؟ ماشي، قلت لهم بقى السادة، طبعا لازم تكلمهم بأدب واحترام، السادة مدعي حقوق الطبع والنشر، تحية طيبة وبعد، أرجو من سادتكم التكرم بإزالة الحظر من على الفيديو لأنني بذلت مجهودا كبيرا في إنتاجه وأمتلك بالفعل المواد التي يشملها المحتوى، حيث أنني أخذت الصورة من مدونتي التي أمتلك عليها جميع الحقوق، وقد قمت في بعض المقاطع بعمل تعديلات جوهرية على المحتوى من فيديو عادي إلى صورة متحركة بامتداد جيف اللي هي GIF يعني، وتعليق صوتي خاص بي، كما أن الفيديو الذي نشرته مأخوذ من مدونتي وعليه تعديلات جوهرية وأمتلك الأغلبية من المحتوى. ونظرا لأن سيادتكم حظرتم محتوى الفيديو بالكامل فإني أعترض على هذا الإجراء للأسباب السابق شرحها، ولذا فأرجو من سيادتكم التكرم بإزالة الحظر، وأتمنى لكم دوام التوفيق ولكم مني كامل الاحترام والتقدير، وشكرا جزيلا على مجهوداتكم. سيتم إرسال هذه المعلومات إلى المدعي لمراجعتها. يرجى مراجعة البيانات التالية وتحديد المربعات للموافقة. لا ينتهك الفيديو الخاص به طبعا النشر لأي مستخدم. أدرك أن المدعي سيتمكن من مراجعة الفيديو الذي أنشأته أسباب اعتراضي. أعي أن تقديم اعتراضات احتيالية قد يؤدي إلى إغلاق حسابي على اليوتيوب. لازم أأشر الثلاث مربعات دول بعلامة صح، ماشي، ولازم هنا أعمل التوقيع. الاسم طبعا بيبقى ثلاثي. خلاص هتوكل على الله بقى واعمل ارسال. قبل ما اعمل ارسال بيقول لي اسئله يجب طرحها على نفسك. ما المقدار الذي استخدمته من المحتوى الاصلي؟ هل اجريت تغييرات المحتوى الاصلي؟ هل يشكل الفيديو الذي انشاته بديلا عن المحتوى الاصلي؟ بصراحه انا شايفه بديل بصراحه. انا عامل تعديل جوهري، الصوره بامتداد GIF دي مش اي حد يعرف يعملها، وفي نفس الوقت انا مش جايبها من حد، انا اللي عاملها بنفسي. حتى هنا ممكن اضيف له حته كمان لصوره متحركه بامتداد جيف، وقد قمت بعملها بنفسي.
خلاص اعمل بقى ارسال، سيتم ارسال الاعتراضات الى المدعي طبعا عشان يراجعها. اليوتيوب مش هيراجع الاعتراض ده لغايه دلوقتي، لكن هيدي فرصه للمدعي 30 يوم لمراجعه الاعتراض. انا قدمت اعتراض، هيديله 30 يوم للمراجعه، ماشي، وهيبعت لي بريد الكتروني اللي هو اليوتيوب يقول لي نتيجه اللي حصل، ماشي. طب ايه اللي هيحصل؟ المدعي قصاده حل انه يقبل الاعتراض ويشيل الحظر، الحل الثاني يرفض الاعتراض ويقفل المطالبه على كده، الحل الثالث يرفض الاعتراض ويدي انذار. طب لو عمل كده هضطر اعمل اشعار مضاد ومعاهم للاخر، وهعمل اغلاق اهو. ملحوظه بقى ان ادعوا حقوق الطبع والنشر بيبقى لهم سياسات ثابته على اليوتيوب، يعني ما ينفعش من اول مره كده يدي الواحد حظر ويدي الواحد تاني انذار، مش بالمزاج، دي سياسته بيدي حظر. لكن اللي بيعترض ممكن زي ما قلنا الامر يوصل انه ياخد انذار، فلو خد انذار وهو حاسس انه على حق يعمل حاجة اسمها اشعار مضاد، وهو صراع على ملكية الفيديو بين طرفين، برضو اليوتيوب ملوش دعوة، بس لو اليوتيوب قبل الاشعار ودي خطوة مهمة بيحيل الاشعار الى مدعي حقوق الطبع والنشر. وزي ما بيتبعت لي يتقال لي مثلا ممكن القناة تتقفل لو انت عامل اعتراض يعني غير صحيح او بتنتهك السياسات او برضو للمدعي ده حقوق الطبع والنشر بيوصلوا برضو نفس التحذير، ان هو لو ظالمني او لو في استخدام عادل او لو في كذا او في كذا برضو بيوصلوا نفس التحذير. يبقى ملخص الموضوع، بيجي لك حظر تعمل ايه؟ بواسطة ادوات اليوتيوب في حاجة اسمها اقتطاع، تقطع الاجزاء اللي هي فيها خلاف بتاعتك ولا مش بتاعتك، لكن لو الفيديو كله 100% بتاعك فعلا لا اعمل الاعتراض بقلب جامد. لو الحظر سبته زي ما هو خلاص مش هيحصل لك حاجة. لو الحظر اعترضت عليه اليوتيوب بيدي فرصة لمدعي الحقوق انه خلال 30 يوم يرد، فخلال ال 30 يوم لو رد ممكن يقفل المطالبة يعني ما يستجبش ليها، وممكن يوافق عليها، وممكن يعمل أذية انه يدي انذار. طب لو ما ردش خلال 30 يوم خلاص الفيديو الحظر هيتشال عليه، بس طبعا بيضيع عليك 30 يوم. طب لو قفل المطالبة ولا ادى انذار ولا عمل اي حاجة بس قفل المطالبة وموافقش عليها، بتعمل اعتراض تاني وبياخد 30 يوم تاني، يعني هنوصل ل60 يوم، وفي الحالة دي غالبا هيروح مديك انذار ويحذف الفيديو، هتضطر انك تعمل اشعار مضاد. يبقى احنا وصلنا ل60 يوم والاشعار المضاد هنخش كمان في حوالي 14 يوم عقبال ما يرد، يعني وصلنا ل74 يوم. يبقى الافضل من الاول خالص انك تقصقص الاجزاء اللي هي شاكك انها بتاعتك ولا مش بتاعتك، اللي هي فيها الصراع، وتريح نفسك. انا عشان عملت الاعتراض على المطالبة ما ينفعش اقصقص الاجزاء خلاص لان عملت اعتراض، لكن كان ممكن قبل الاعتراض اقصقص وبعدين اعمل الاعتراض. بعد لما عملت اعتراض على الحظر كنت فعلا محتار بين نداء العقل ونداء القلب، وافتكرت مقطع جميل جدا في اغنية السيدة ام كلثوم. المقطع ده بيقول حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل نار حبي، وفضلت وانا بالي محتار الحب بين عقلي وقلبي. الله الله الله، مقطع جميل جدا، وده نفس الشعور اللي انا حسيته في الاعتراض، اكمل ولا ما كملش، نداء العقل ولا نداء القلب. القلب بيقول كمل، العقل بيقول لي لا. فانا في النهاية استجبت لنداء العقل مش لنداء القلب، وقررت ان انا احذف الفيديو محل الاشكالية وريح نفسي وتجنب ربما ممكن يجي لي انذار ربما لا. احنا عارفين طبعا ان القناة 3 انذارات للأسف بتتقفل للأبد، فلازم كل واحد يحافظ على قناته. وكده استجبت لنداء العقل مش لنداء القلب، لان فعلا في بعض المراسلات في ناس اتقفلت قنواتهم بسبب الحكاية دي، يعني مثلا فيديو معلقين عليه صوت وصورة ومع ذلك خدوا انذار وقناتهم اتقفلت لانه كان الانذار الثالث. ربنا يكفينا ويكفي الجميع شر الانذارات، وانا نفسي اليوتيوب يعدل سياسته في حكاية الانذارات دي، ان 3 ده عدد قليل جدا. اتمنى يعتمد على الحظر افضل، او يكتر عدد الانذارات مثلا عشان يدي فرصة للناس انها تاخد بالها وتحرص، ونداء العقل حلو مش وحش. ربنا يوفق الجميع طبعا، والتوفيق ده من عند ربنا. وفي النهاية هقرر كلامي برضو
في ماتش الجونة تحديدا الاهلي كسب المباراة بالحكام. هو ده الحق، الحق بيزعل، هو ده الحق. والسلام عليكم ورحمة الله.